الله يجازيكم بخير. هاد الدريه بنتي راه جا واحد المحسن هذيك النهار ثلاث لقاها كتحط في الكروسه هزها معاها هو يقول لها الله يلا انت راكي مرضيه الوالدين. راه واحد المحسنة بنت براده راه كتفرق تعاون الناس بالفلوس تعاون بالحواله. دابا عطيني التليفون ديالك عطاته لي دخلت قالت لي راه كاينه كانت بنتي ما تثقيش في داكشي. الغد الاربعاء صبحت نعت قالت لي اختها نودي نخرج الكرزه قالت لها مريضه ما فيا ما يخرج. بقات نعست لشي 11 ونص نتوكل ولدي طاح لي السكر نعست مع الوحده عيط ليها قالت لخدها انا فين غنمشي راه قال لي جي عندي المحطه ولا زيان. قالت لها هزي ورقه ولدك وورقه عطيهم لي ورجعي بحالك شدي الطاكسي البيض اللي غادي للمدينه ونزلي في المحطه تاع تونسي. هذاك الشيء اللي دارت ملي مشات عيطت لها اختها قالت لها انتي فينك قالت لها غادي بيا المحمديه عند المحسيني. قالت شويه ثاني وهي تعيط لها قالت لها احنا جايين من عندها احنا جايين من عندها. قالت لها وجي لولدك لولدك راه مريض. قالت لها ها العار الله يرحم غير باك الا ما دقي لي عبري ودقي لي لولدي البرا وكتبكي صافي. قطعوا شويه ثاني مع الثمانيه هو معاها قال لها ما كتغبطي علينا اعطينا رزقها مشات بحالك وقطع تليفون. ايوا احنا وليدي هذا الشيء اللي كنطلبوا منكم الله يجازيكم بخير الا ما وقفوا معانا. حنا قبل الدري مريض عنده السكر وانا كندير ديالي ومرضتني بنتي وقلت على قلبي واش داق طمعها غير الفقر اللي دار هذا الشيء وليدي. ما كون ما كان الفقر ما غاديش تمشي معاه طمعها وليدي ما نسمح وليدي اين الله ياخذ فيه الحق اين الله ياخذ فيه الحق. ما عندنا تا عداوه ما بينا تا عداوه ما تعرف تا واحد شافوا مول الزيتون عاطيه قال لك بالدار كون كركل عاطيني بالوجه قال لك كون شتو بالوجه غنعرفو هو قال لك عاطيني بالظهر. او سيدي ما عندنا لا عداوه ما خاص من مع حد ما تغابوا واليه ما تعرف تبيع الخبز مول الزيتون هو اللي يحسب لها الفلوس. السلام عليكم. حد الدرية من اسمي سمين الخضراوي انا اسمي شعالي بركاوي مدرارية. قال لي واحد قالت لي احد راجل قالت لي هز معايا قالت لي هز معايا قالت لي قال لي انت مرضية الوالدين واحد محسنة تتفرق الحوالة تتفرق الفلوس عندي النهار الاربعاء المحطة ولاد زيان. قال لي عطات ختها قالت لي قال لها ختها قال لها عطينا رزقها ومشات ويقول لها ويعيط لها ختها ويعيط لها قال لها فينا الزين قال لها فينا الزين ما بقاش عيط لها. السيدة راه موت ولدي جا قال ليها راه واحد السيدة كتفرق الفلوس كتعاون مع الناس وكتفرق العيد وطمعها وعيط لها ومشات معاه. حنا جيرانا هاد السيدة كتبيع الخبز معاونين الناس هنايا عاطينها كروسة هنايا حدا الباب باش تعاون هاد الدري وهاد الأم. قال ليها راه كاينه واحد المحسنين راه كاينين كيعاونوا في العيد غتجيبي لنا لاكارت لاسيونال وتجي عندنا. ملي قالت ليه فين كاينين قال لها كاينين في المحمدية. ملي قال لها كاينين في المحمدية مشات السيدة السيدة قال لها دابا فين قالت لي فين غنجي دابا قال لها سيري تجيبي لاكارت لاسيونال وجي عندنا لا سميتو الولاد زيان. الساعة اللي مشات السيدة الولاد زيان اليومين هذا 15 يوم دابا. السيدة الله يعمر هذا المسكين يديرو مشى جارتنا إنسانة نية بزاف واحد الدرجة اللي ما تصورش وهذاك السيد نصب عليها بواحد الطريقة مسكينة من حساب الضعف ديالها أمها وولدها مريض استغرب الضعف ديالها مسكينة جا خلى لها التليفون ديالو نهار ثلاثة ولا أربعة عيط عليها قال لها تجي عندي وجيبي لي الوراق تاع أمك وولدك وداك الشيء. انا في المحطه لبست جلابه مسكينه خلت اختها ناعسه وداك الشيء هبطات من فقت اختها عشر جات عيطت لها في التليفون قالت لها انت فين قالت لها انا غادي مع داك السيد اللي عيط عليا راه كاينه كاين واحد المحسنه في المحمديه. قالت لها رجعي انت ما كتعرفيش وداك الشيء شد من عندها التليفون قال لها ما تظنيش فينا احنا راه انسان هكين. مشات حتى العشيه حتى ربعات العشيه دا من 9 الصباح حتى العشيه عاد عيط عليها في التليفون ديال اختها قال لها انت احسن نيه ديالك واختك دريوشه ونيه ومعقوله وهذه. قالت لي فين اختي دوز لها قال لها ها هي ولكن دوات يمكن على حساب تكون تحت التهديد ديالو داكشي. قالت لي احنا راه شفنا ديك السيده وداكشي احنا راجعين. قالت له ما كاين حتى شي صوت تاع شي طوموبيل ولا داكشي.
قالت لي تهلاي ليا في ولدي دقي لي البرا وداك الشيء راه حنا جايين. من تما مسكينه ما بقاش بها الاثار ديالها. راه مشاو للامن وداك الشيء والامن كيدير الاجراءات ديالها. ولكن دخلها مسكينه من تحت الضعف ديالها ونصب عليها بطريقه ديال الضعف استغلها مسكينه. انا كنطلب من الله ونطلب الحموشي الله يستر عليه ويبقى عليه يستر بغيتو يرد ليا بنتي كيما رد هذيك الدريه من السبيطار. وليدها مريض وانا مريضه كندير الدياليز والدري مريض عنده السكر انا مزوقه فيه الا ما يوقف معايا تجيب ليا بنيتي راه مشى داو علينا الله يرحم لك الوالدين. ما كانت ميتة يلوحوا علينا كانت حية يلوحوا علينا رحنا تعذبنا وتعذبوا وليدها معانا الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين إلا ما وقفوا معانا.